المغرب. كما تعلمون جميعكم، تريبل ويفي كان هو الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وكان يقسم بأغلظ الأيمان أن الجزائر مستهدفة من طرف المغرب لأنها عدو على حدودنا. ومن بعد بنى فيها فيلا ودا 3000 مليار سنتيم، وجاب الباب تاع دارو تاع الفيلا تاعو رخام روز جابو من إيران. هذاك الباب برك بمليار ونص في الوقت هذاك، وكان يعيط لنا المغربيه ويقول لي غاني والله غير ولادك، ولادي كل يتفرجوا فيك وتظل تقطع فيا ليسونسيال. جا زمان وراح زمان، عطاها لفرنسا، حل فيها ليزابارتومونات، المهم يقصر في المترو وماسي فيها بيري، يروح يضرب الجازوز الحلو في القهوه تاع يتبيع السيدر. الدخله دخلنا والخرجه منين؟ ومن بعد الجزائر سينيو معاهده مع فرنسا، قالوا لهم جيبوا لنا لي تيروريست اللي راهم عندكم، هشام عبود وامير تيزاد وعبد السمار اكسيتيرا. لقى روحه هو في السيبله، لي زالجيريان لا ليست قويه، دونك هزها عطاها للبرتغال. البرتغال عقب فيها سمانتين، الجازوز مليح، اللحم مليح، زيت الزيتون مليح، لامبلاج مليحه، بصح ما يهدرش. هو تخرج له من العربية نص نص ما يقدرش، دونك عطاها للمغرب. وقال لصحابه، قال لهم انتم خاوتي المغاربة هذوك لي بيزنس مان تاع باري، قال لهم شوفوا لنا الملك، وانا يا اخي تعرفوني مناضل ودائما اناضل من اجل الاخوة الجزائرية، وعندما كان على رأس الافلان لم يطالب ابدا بفتح الحدود المغربية الجزائرية لتلتقي العائلات بين بعضها. جامي دلافي. دونك دوكا راح يطلب اللود، ما على باليش تكون راهو ثما والله. وانا من هذا الباب ابعث بهذه الرساله المتواضعه الى المخزن. اذا حبيتوا تخونوا الشعب الجزائري اقبلوا هذا السراق عندكم. اذا حبيتوا تخونونا نحن الذين ندافع عن فتح الحدود منذ 20 سنه. اذا حبيتوا تخونوا الحراك، لان الحراك اتى باش يروحوا كاع. وهذا السرقة أكل لازم يوقفوا أمام العدالة باش يجيوا يدرقوا عندكم، لأنهم يضربوا في بعضهم والكلاب بين بعضها تنابح لكنها لا تعض. فأنتم سوف تخونون الحراك وسوف تخونون الشعب الجزائري. ما تقبلوش السراقين عندكم. لماذا؟ لأننا نظنكم خاوتنا. دونك ما تخونوش أيها المخزن، ما تخونش الشعب الجزائري، وما تخونش الحراك. لا تستضيف في هذا البلد الطيب الحبيب هؤلاء الناس الذين ظلموا الجزائر. هذا السيد سرق 3000 مليار، لازم يوقف أمام العدالة الجزائرية. عنده فرتونة راح يجيبها لكم، راح يخرجها من باري ويجيبها لكم عندكم باش يقول لكم أعطوني اللجوء. هذا ماهوش لاجئ سياسي. العدالة راه يتبع فيه لأنه سراق، كما راهم يتبعوا في يحيى لانه سراق، وكما راهم يتبعوا في سلال لانه سراق، وكما سوف تتابع العداله الوزراء الحاليين وعلى راسهم تبون لانهم سراق. Ne faites pas ces erreurs et cette erreur nos amis المغاربه. الشرعيه. وفي نفس الوقت نقول انا يا صاحبي فرنسا تتفرج، فرنسا بلد الديمقراطيه والحريه نو فرنسا قالت باللي باري دينونس لا فيولونس افوغلي ميرتريير دو ريجيم في لا بيرماني 6000 كيلومتر على جد باباهم يشوفوها، لكن في الجزائر 45 دقيقه افول دوازو ماسين هكذا وهكذا وهكذا كما هذوك الثلاث قروده. وعلاه؟ باسكو تساعدهم ان هؤلاء العجزه يبقاو يحكموا في جد بابانا، ما يشوفوش باللي لا بوليس ال فيول دي زونفون اون الجيري اي او في اي او سو دو تو الموند. ما يشوفوهاش، بصح لا بيرماني 6000 كيلومتر يشوفوا ويندددون بشده. هذو ما تشوفوهاش،
ولا بيرماني ا 6000 كيلومتر تشوفها. قلت لكم لازم تكونوا دي كارتيزيان خاوتي. اش معناتها؟ والله لن يحركوا الفر، ما يحركوش حتى وين اغتصبونا الواحدة تلو الآخر. والله كان يقتلون الواحدة تلو الآخر ما يحركوا فر. والله كان يحرقونا بالنار بالم ما يحركوا فر. لماذا؟ لأن ما يهمهم هو ما تحت الأرض، ليس ما من يمشي فوق الأرض. يهمهم البترول والغاز والغاز دو شيست. احنا يا سي لا مان دوفر، كما كانوا يعيطونا بكري بونيول، غونتخ شي توا بونيول، كانوا يديونا من لي بور، بويانا وماتنا يديهم من لي بور يروحوا يخدموا في مرساي وفي باريس، ومن بعد سكنوهم في 5 متر كاري. Et tu resteras toujours un bougnoul, mon fils. Donc à leurs yeux, في عينهم منش بنو ادم من الشعب يستاهل الاحترام والكرامه والشرف. أيعقل ان نبقى ساكتين وولادنا خاوتي يغتصبون في مراكز الامن؟ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.